يتعافى معظم الأشخاص المصابين بكوفيد-19، لكنه قد يتسبب في بعض الأحيان في مرض خطير، وفي بعض الحالات يؤدي إلى الوفاة. يمكن أن تساعد اللقاحات الدفاعات الطبيعية لجسمنا في مكافحة كوفيد-19. كوفيد-19 هو عدوى يسببها فيروس. توجد العديد من الفيروسات المختلفة، ولكنها تتصرف جميعها بنفس الطريقة داخل أجسامنا. بمجرد إصابة الشخص بالعدوى، يستولي الفيروس على الخلايا داخل أجسامنا ليصنع نسخاً من نفسه، وهذا ما يتسبب بمرضنا. تتفاعل أجسامنا عن طريق صنع خلايا خاصة لمحاربة الفيروس. تتعلم هذه الخلايا الخاصة كيفية التعرف على الفيروس، وتتذكر كيفية محاربته إذا قابلته مرة أخرى في المستقبل. إن قدرة أجسامنا على تذكر المعلومات حول الفيروسات التي واجهتها هي المفتاح لفهم كيفية عمل اللقاحات. نظراً لأن كوفيد-19 مرض جديد، ليس لدى أجسامنا ذاكرة أو معلومات حول كيفية التعرف عليه ومكافحته. يمكن صنع اللقاحات بشكل مختلف، لكن جميعها تعمل بنفس الطريقة، فهي تدرب وتجهز الخلايا الخاصة في أجسامنا على مهاجمة الفيروسات الجديدة التي لم تصادفها بعد. هذا يعني أنه إذا أصيب شخص ما بفيروس بعد تلقيحه، يتعرف جسمه على الفيروس على الفور. يمكن لخلاياه الخاصة محاربة الفيروس على الفور قبل أن يتاح الوقت للفيروس للتكاثر والتسبب بالمرض. على مدى القرن الماضي، كانت اللقاحات ناجحة للغاية في المساعدة على حمايتنا من العديد من الأمراض مثل الجدري والحصبة وشلل الأطفال. لا تحمي اللقاحات الأفراد من الأمراض فحسب، بل تحمي المجتمعات أيضاً. إذا تم تلقيح عدد كاف من الأشخاص ضد الفيروس، فلن يتمكن من التكاثر والانتشار، وهذا ما يسمى بالمناعة الجماعية. تشير الدراسات إلى أنه إذا تم تلقيح حوالي 70% من السكان، فقد يؤدي ذلك إلى موت المرض تماماً. يتم اختبار جميع اللقاحات بدقة للتأكد من أنها آمنة وفعالة قبل استخدامها. لا تختلف هذه العملية بالنسبة للقاحات كوفيد-19. أولاً، يتم اختبارها في المخابر، ثم مع مجموعات صغيرة من المتطوعين، وأخيراً مع مجموعات من آلاف المتطوعين. فقط بعد ذلك يمكن للأطباء تقديم اللقاح للجميع، وحتى ذلك الحين يواصل العلماء رصد اللقاح للتأكد من أنه آمن وفعال تماما. حتى عندما يتوفر لقاح ضد كوفيد-19، لا يزال من المهم الاستمرار في اتخاذ الاحتياطات لوقف انتشار الفيروس من خلال غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، والحفاظ على التباعد المكاني بمسافة مترين على الأقل، وارتداء الكمامة في الأماكن العامة.